اسم حضرتك؟ يوسف إبراهيم الألفي. سنك؟ 33 سنة. أنا آسف. تحب نشغل مزيكا قبل ما تهدي الأب؟ تخلي واحد طيب تشرب قهوة. عندي بن جايبه من أندونيسيا خطير، اسمه كوبي الواك. عبارة عن إن حيوان الكوبي بياكل ثمرة الواك وبعدين بيروح. لا، من غير تفاصيل. سادة. راغب، 2 بن سادة من قهوة أندونيسيا. نفذ. كلمني عن نفسك شوية. قول لي بقى، بتشتغل إيه؟ شيف، هايل، شكلنا هنبقى أصحاب. اهلا وسهلا يا فندم، يا رب يكون الاكل عجب حضرتك. بيرفكت، حقيقي تسلم ايدك. حقيقي يا شيف يوسف، مش الاكل بس اللي جميل، انت كمان ذوقك عالي في كل حاجه. انت اللي ذوقك قمر يا خديجه هانم. يعني شخص ناجح ومحبوب. بس عصبي شويه. عادي، كلنا ساعات ضغوطات الحياه بتخلينا عصبيين. يعني ايه؟ خير يا فندم، في ايه؟ البيت ده كل ما اطلب حاجه انا والمدام يقول لي انها مش موجوده. الله، طب ما تقفلوه احسن بقى. يا شيف، الاستاذ طالب محشي ومسقعه، واحنا النهارده مشغلين المطعم الايطالي، والحاجات اللي هو عايزها دي في المنيو الشرقي، يعني يوم الجمعه وبس. والله يا حبيبي الكلام ده انا ما فهموش، طالما موجود في المنيو اللي قدمته لي يبقى عليك انك توفره لي، او على الاقل انك تقول لي قبل ما اقعد، وعليا ان انا اختار، مش تفاجئني يا فندم. دي الرولز. خلاص يا ابراهيم، حضرتك معاك حق، احنا اسفين جدا يا فندم. حضرتك ابراهيم ده لسه متعين جديد، ما يعرفش ان احنا ممكن نشغل المطعم لحضرتك اللي انت عايزه، محشي ومسقعه وملوخيه وكل ده كومبليمون من المكان ده. بعد ايه بقى يا حبيبي؟ وبعدين المفروض ان ده مكان محترم، يعني تختاروا الناس اللي شغاله فيه هنا بعنايه بدل البي اللي مش فاهم اي حاجه ده. ما انا بعتذر لسعادتك بقى عن سوء التفاهم. سوء تفاهم انا اعمل بيه ايه يا حبيبي؟ خلاص انا اعصابي فلتت. يا فندم يعني انا اعمل ايه لاعصابك واعصاب انا مين يحترمها؟ يا حبيبي انت المفروض عليك ان انت تتصرف. هتصرف؟ حاضر يا فندم هتصرف. أبحولك؟ أبحلك إبراهيم؟ أمرني أمر؟ ولا أشرلك رقبته كده زي الخصاية؟ لا لا لا، بلاش أرجوك بلاش. أبح؟ لا لا، خلاص يا إبراهيم قوم، ده طلع طيب. أمرني يا فندم، عايز إيه؟ أعمل لك كل اللي نفسك فيه. تحب الشرقي؟ ميوز كده وفخضضاني، تروح أتنقل فيها زي الكفار؟ أغير لك البت دي، أجيب لك نسوان جامدة. عايزهم روسيين ولا طليان؟ تسمع مزيكا؟ شرقي ولا غربي ولا بتسمع مهرجانات؟ لا، من فضلك أنا ما بحبش المهرجانات. اطلع بره يالا، اطلع بره، اطلع بره بقولك. المطعم مقفول النهارده يا جماعه، احنا كلوز، احنا كلنا النهارده في خدمه سيدنا السيد. وايه يا عم محفوظ؟ اهدى يا شيخ، اقتلها. خلاص. لا لا لا، ده انت عصبي جدا يا استاذ يوسف. النهارده في خدمتك احنا، هتاكلك بالعافيه، هاكلك بالعافيه. اشترك في الباقات الشهريه والسنويه باعلانات وبدون اعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.